يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية هنا بتتكلم على حد من حدود الله، حد اسمه إيه؟ حرابة. الله يفتح عليك. إيه هو حد الحرابة؟ قال: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. الناس اللي زي ما بنقول في مصر كده بتثبت الناس على الدائري أو في أي مكان. هنا بقى مش سرقة، هنا سرقة بالإكراه، يعني بيسرق الفلوس قدام عينيه لأنه بيهدده بقتل أو نحو ذلك، فدول بيعتبروا مفسدين في الأرض. ده ليهم حد آخر بقى وليهم عقوبة أخرى. والعلماء قالوا يعني المالكية بيقولوا الآية على التخيير، يعني وفق رؤية الإمام أو الحاكم أو الرئيس يشوف إن اللي عمل الشيء ده يتعاقب بالقتل أو النفي أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ونحو ذلك. وفي علماء قالوا لا، الأمر على الترتيب، وده اللي اختاره الشيخ السعدي رحمه الله. قال: فمن قتل وأخذ مالا، قتل وسرق مال المقتول، ده مجرم بقى. فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب. مش الآية قالت كده؟ أي يقتلوا أو يصلبوا، بس تفصيل العلماء قالوا اللي يقتل ويأخذ مال يقتل ويصلب. والصلب ده مش حاجة هينة يا إخوانا، ده جثته هنعلقها على خشبة لمدة يومين أو ثلاثة أيام عشان يكون عبرة. طب تصور، والأمور لازم تأخذ بهذه الشدة، لأن ما ينصلحش حال الناس المفسدين في الأرض دول إلا بالشدة دي. عشان أنا لو جرأت وقلت هعمل زيهم أفتكر المشهد ده، لا أفكر أبدا في اللي أنا أقطع طريق أو أنشر فساد أو نحو ذلك. طبعا النهاردة من المفسدين في الأرض الناس اللي بتنشر مثلا أفلام إباحية أو أفلام تفسد عقول الشباب ونحو ذلك، ده من حق الإمام أن يقتله، لأنه مفسد في الأرض، بينشر الفساد الرهيب في الأرض. لو ما تابش بنقول له الأول واتق الله وافعل وافعل، إن أصر على نشره هذه المحرمات ده قال مفسد في الأرض يقتل. إلا واحد اغتصب امرأة مفسد في الأرض ممكن يقتل في الإسلام. واحد تاجر مخدرات بيدي المخدرات للناس ويفسدها ويضيع شبابها، ده ممكن يقتل في الإسلام. ليه؟ لأنه من المفسدين في الأرض. الإسلام تعامل بشدة مع هؤلاء الذين يعني يزرعون الفتن والفساد بين الناس. طيب ومن قتل تحتم قتله، طب قتل بس، دخل على ناس وموتهم أو موت بني آدم، ومن قتل تحتم قتله. طيب ومن أخذ مالا، قال لك طلع اللي معاك فديته الفلوس، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. مش إيده بس اليمنى، الفرق بين حد السرقة وحد الحرابة. حد السرقة خدت المال خلصة الموجود في حرز وهربت بيه، ده اسمه كده سرقة. إنما سرقتك تحت ضغط الإكراه ده اسمه فساد في الأرض. الأولانة قطعنا إيده، المرة دي قطعنا إيده اليمين مع رجله الشمال من خلاف، علشان برضو يكون عبرة، الناس تشوف المشهد ده تفتكر دايما إن اللي هيعمل زيه هيتعاقب مثله، فلا يكترئون ابدا على هذه المعاصي. طبعا لو طبقنا يا اخواننا احكام الشريعه الاسلاميه لن يحدث بقى، ما تلاقيش واحد بقى بيقطع الطريق ولا واحد بيسرق بالاكراه ولا تلاقي الكلام ده اختفى تماما، لان اللي بيتقتل ويتصلب، واللي بيسرق بالاكراه بيتقطع ايده اليمين مع رجله الشمال، مفيش تهاون. ولذلك الشريعه الاسلاميه دي خير للدنيا كلها، يعني الامريكا الكافره دي طبقت شريعه الاسلام هيبقى خير ليها، حتى لو هي ما امنتش، لأن تطبيق الشريعة الإسلامية دي هي ربنا سبحانه وتعالى عارف ما يصلح الناس، وعارف إن الفئة دي هي اللي ينفع معها العقوبات دي، لأن دول بقوا جراثيم مهددة لاستقرار المجتمع. طيب ومن أخاف الناس، قال لك اوعى تيجي من الشارع ده في ناس بتقطع طريق، ده هو ما سرقش لسه بس خلاص خدوا سمعة إن هو بيخوفوا الناس وبيرعبوا الناس،
ومن أخاف الناس نفي من الأرض. ده ينفي من البلد خالص. ليه؟ لأنه أخاف الناس. طيب الجزء الثاني بقى، ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. ده باب في الفقه يا أخوانا اسمه باب البغاة. زي مين؟ زي الخوارج اللي خرجوا على الإمام سيدنا علي رضي الله عنه، قالوا له احنا مش مقتنعين بك إمام، وانت راجل بتعمل معاصي. ده في اعتقادهم بيقولوا كده على سيدنا علي، واحنا كده مش تحت ولايتك ولا سلطتك. وعلى خلافهم من سيدنا علي للتحكيم كان عندهم شبهات مش محل تفسير كذا حاجه، هم قالوا كذا حاجه، والامام ابن عباس اتناقش معاهم في هذه الشبهات. المهم عنده تاويل، طبعا عندهم تاويل، يقول لك الامام ده بقى يعصي وبقى يخالف ومش عارف ايه، فاحنا كده مش تحت ولايته. طبعا الاسلام قال لا، من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهليه، ما دام في حاكم يبقى يسمع له ويطاع وان بدرت منه بعض المعاصي. لان احنا لو طلبنا حاكم بلا معاصي يبقى احنا بنبتغي ملكا، عايزين ملك يحكمنا، وده مش ممكن. فحتى لو عصى الامام لا يخرج عليه. ليه؟ لما يحدث من وراء ذلك من مفاسد جمه، ومحدش بيعجبه حاجه يعني الا ما رحم الله. يعني حتى سيدنا علي كان الحاكم، سيدنا علي ومش عاجبينه، قال لك لا انت مش فبالتالي عمرنا ما هناتي بحاكم يرضي كل الاطراف. فلو قلنا لا حسب مزاجك وحسب هواك الدنيا تفسد. ما هو سيدنا علي كان ليه تعريف في الحته دي، قال ايه؟ بيقول عمر بن الخطاب كان ولي امر او امير المؤمنين على لسانه. نعم، لما قال له سيدنا علي لماذا ثارت الفتن في عهدك ولم تثر في عهد عمر؟ قال لان عمر كان وليا على مثلي وانا ولي على مثلك. يبقى حسب الرعيه بيكون الحاكم. عشان كده الاسلام مفيش حاجه اسمها ثورات في الاسلام، ولا خروج على الحاكم في الاسلام. ليه؟ ليه؟ مش اقرار لظلم الحاكم ابدا، لكن الاسلام مدرك ان المفاسد الناتجه من الخروج على الحاكم اكبر بكتير من المفاسد الناتجه من الصبر على الحاكم. بسم الله والصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. المساله هي، طب اكمل، استاذنك بس اكمل، مش هطول بقى عشان بس الدرس. كلامك كله طيب ما شاء الله، الله يكرمك. لكن هناك فرق بين أن يكون الحاكم ابن لله كما يعتقد اليهود والنصارى، وأن يكون الحاكم بأمر الله عز وجل بشرعه. فإذا كان هناك حاكم خالف شرع الله عز وجل، أقول خالف الناس، فغاية الناس لا تدرك، خالف شرع الله عز وجل، هل الدين، دين الإسلام خالف أن يخرج عليه؟ لا، لم يخالف ذلك، لكن منع أن لا يكون هناك قوة فيحدث من خلفها فتن كثير. طيب لم ينهى الإسلام، لأن الحاكم ليس ابنا لله عز وجل، ولا نعظمه كما يعظمه المرجئة، لا محدش قال كده، ولا نفعل كما يفعل الدواعش الذين يكفرون كل الناس ومن أيدوا حتى في هذه البلاد علماءنا ومشايخنا والموظفين وكلنا كفر ومرتدون عندهم. فنحن لا نميل ميل المرجئة ولا نميل ميل الخوارج، نحن أمة وسط. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، حديث البخاري ومسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ما دام ما وصلش لحد الكفر البواح يبقى لا يجوز الخروج عليه. ده كلام كل الفقهاء. في باب بقول لك في الفقه اسمه باب البغاة، اللي هم عايزين يخرجوا على الحاكم. المهم عشان بس ما اطولش عليكم، وعلى الإمام. طب أنا دوري إيه بقى كإمام والناس خرجت، أو في فئة من الناس لهم شوكة وعاملين بقى رباطية وعايزين يزولوني أو لا يسمعوا لي ونحو ذلك؟ وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم. الأول، ودي أهم حاجة يا إخوان، لازم الأول، لأن دي قضية فكر. الناس دي معتقدة أنهم بيتقربوا إلى الله بذلك، فأنا أقول لهم تعالوا، وأجيب العلماء، العلماء بحق، مش العالم يطلع في التلفزيون بيصافح المرأة الأجنبية ويضحك في وشها. فطبعا أنا مش هقتنع بيك، ده أنا بسلم روحي لله. تيجي أنت تقول أنت غلطان، وانت عمال تهني الكفار بعيد ميلادهم ومش عارف وعمال تخالف، طب مش هقتنع بيك. عايزين علماء اجلاء يقعدوا معاهم يفهموهم، وده اللي عمله سيدنا علي بعد ابن عباس رضي الله عنهما، وقال لهم كلمهم. ها
عشان دي قضية فكر. عمرك لو مسكت الرشاشات والدبابات مش هينتهي هذا الفكر. فممكن وفعلا في فئة كبيرة رجعت مع ابن عباس وقالت لا احنا تبنا الى الله، لكن في فئة اصرت. الفئة اللي اصرت دي بقى نعمل معاها ايه؟ فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. بدأوا بقى يمسكوا مسدسات ويبتدوا يفسدوا في الممتلكات ونحو ذلك، من حق الإمام أن يقاتلهم. بس دول مسلمين، ما أنا عارف أنهم مسلمين، بس هيبتدوا يحصل فساد منهم. وعلى رعيته، رعية الإمام، معونته على قتالهم. قال لهم يلا يا جماعة تعالوا معنا، عشان الناس دي فئة باغية، من حق الرعية بل واجب على الرعية أن تطيع الإمام في قتال هؤلاء. فإن اضطر إلى قتلهم أو تل في مالهم فلا شيء على الدافع. طبعا احنا بندفع هؤلاء شر هؤلاء بالأخف فالأشد، يعني الأول بنخوفهم، في الأول بنضربهم، الأول ما ندفعش شرهم إلا بالقتل جاز ذلك. طب والدية؟ ما فيش دية، لأنه أذن له شرعا أن يقاتلهم. وده اللي عمل سيدنا علي. سيدنا علي يا أخواننا كان بيقاتل الناس اللي بتصلي وبتصوم، بس كانوا خوارج. وإن قتل الدافع كان شهيدا. اللي أنت بتقاتل البغاء ومت وأنت بتقاتلهم كان شهيدا. بس بقى اسمع، ولا يتبع لهم مدبر. يعني واحد جري ما تجريش وراه، عشان ده مسلم. ولا يجهز على جريح. شفته بيفرفر ما تطيرش رقبته بقى، سيبه، بالعكس تعالجه. ولا يغنم لهم مال. ما تقولش بقى اموالهم غنيمه لنا، دول كفار بس اللي اموالهم غنيمه لنا. ولا يسبى لهم ذريه، ما ينفعش يبقى ليك منهم سبايا لان دول مسلمين. ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال. لا ده يطالب بدية ولا التاني يطالب بدية، لأن دول مسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.